رابطة الأندية المصرية اختارت الكابتن خالد رفعت عضو الرابطة للمشاركة في الاجتماع السنوي لمنتدى روابط الدوريات العالمية اللي بتنظمه رابطة المحترفين الإماراتية يوم 18 و19 أكتوبر الجاري، وده للمرة الأولى في المنطقة واللي هتشهد مشاركة نخبة من صناع القرار في القيادات الرياضية. طيب معانا عبر الهاتف الآن الكابتن الكبير كابتن خالد رفعت. الكابتن خالد مشرف ومنور، سعيد جدا بتواجدك معايا. ربنا يبارك في حضرتك وسعيد بتواجدي وتحياتي لحضرتك وتحياتي لمشاهدينك. انت عارف ان انا دايما كنت ببقى متشوق جدا في مداخله او ان التقي حضرتك في البرنامج عشان عارف خبراتك العظيمه جدا وشخصيتك المحترمه. شرف ليا. يا رب يخليك. الاول اشرح لي بقى هذا المنتدى اللي بتشارك فيه رابطه الانديه وحضرتك بتمثلها. هرجع كده خطوتين لورا كده. احنا بشهر يعني في يوليو الماضي تم انضمام رابطة الأندية المحترفة المصرية لاتحاد الروابط العالمية وإحنا العضو رقم 44، بيضم يعني كل الروابط العالمية من القارات المختلفة طبعا، وعلى رأسها يعني روابط المحترفة زي الرابطة الدوري الإنجليزي، لاليجا، إيطاليا، ألمانيا، من آسيا، اليابان، كوريا، الإمارات، السعودية، قطر، طبعا امريكا الجنوبيه وامريكا الشماليه، معظم الروابط العالميه دلوقتي 44 عضو، احنا العضو الاحدث اللي انضمينا. كان لنا الحمد لله يعني وفقنا في ان احنا الانضمام لاتحاد الروابط العالميه من ضمن شروطه لازم يكون فات من حوالي من 4 لـ5 سنوات على انشاء الرابطه واثبتت نجاحها، ويمكن نكون احنا من القلائل اللي انضمينا من خلال السنه الاولى لما قدمنا تصورنا لعمل الرابطة خلال السنين الجاية والخطة الاستراتيجية على مدار 3 لـ5 سنين، والحمد لله وفقنا ده وانضمينا. أنا هنا موجود في دبي النهاردة لأن رابطة الأندية المحترفة في الإمارات بتستضيف الاجتماع السنوي لاتحاد الروابط العالمية هنا، وده بالنسبة لنا مشاركة أولى لمصر مهمة جدا لأن هيتم مناقشة مستقبل كرة القدم فيما يخص الروابط والدوريات وفيما يخص كل ما يتعلق بالقوانين والجوفرنس، الحوكمة، الحاجات التجارية، برضو الكالندر بتاعة المسابقات وتأثير ده على اللاعبين ومشاركاتهم الدولية. فبالتالي فرصة يعني مهمة جدا انك بتبقى موجود تتزامل مع الروابط الكبيرة، تكتسب خبرات، بتستفيد من الحاجات اللي الناس التانية وصلوا لها، بتناقش المشاكل الموجودة، وبالتالي بتعرض برضو أفكارك والفرص اللي طبعا ما فيش حاجة يعني كوبي وبيست، كل منطقة وكل دوري لظروفه، لكن بتحاول انك تستفيد مما سبق والآخرين عشان تقدر ان انت توصل لمرحلة أفضل يعني. عظيم. طبعا ده موجود برضو، والفيفا موجودة، الاتحاد الدولي لكرة القدم مشارك، اتحاد الأندية الأوروبية مشارك، فده بيخلي الموضوع أشمل في أنه يوصل لنتائج إيجابية في النهاية إن شاء الله. طيب كان العالم كله يتحدث في الفترات الأخيرة عن ضغط المباريات الدولية والأجندة الدولية وعدد كبير من المباريات سواء الودية أو البطولات الرسمية وتأثيره على اللاعبين والأندية والمسابقات المحلية، هل ده محور حديث في هذا الاجتماع؟ ده من البنود المهمة، موضوع الأجندة المحلية وربطها بالأجندة الدولية. فرصة المباريات الدولية والمنتخبات بتحتاج في عدد أيام أطول وفترات أطول، فإزاي ده يتم تنسيقه مع المسابقات المحلية من غير ما يكون في حمل ولود زايد على اللاعبين، وفي نفس الوقت التنسيق في أن المناسبات والمشاركات الدولية لا تؤثر على الكالندر والأجندة المحلية اللي هي أساس المسابقات. فموضوع المسابقة والمشاركات دي من البنود الهامة جدا اللي هيتم مناقشتها طبعا، وهيتم تبادل فيها التجارب، يعني مناقشة التجارب. طبعا أوروبا طبعا بتقود دوت، لكن في تجارب تانية ناجحة تم في آسيا زي اليابان، في تجارب تانية في أمريكا الجنوبية، في الأرجنتين، فبعض التجارب بيتم مناقشتها. والسنة دي أول مرة برضو يكون في عرض تفصيلي نموذج المسابقات في أمريكا، لأن أمريكا الدوري عارف حضرتك مختلف شوية في النظام بتاعه، فأمريكا عرض تجارب بشكل مختلف للكالندر، فهنشوف إن شاء الله خلال اليومين الجايين إيه اللي نقدر نستفيد منه طبعا. طيب بجانب خبراتك التسويقية العظيمة والإدارية الكبيرة،
كونك في رابطة الأندية فأكيد لك طموحات كثيرة جدا في البطولة هذا الموسم، إيه الحاجات اللي إحنا ممكن نقول إن شاء الله هيحصل فيها تطوير عظيم جدا على مستوى الإداري أو إدارة المسابقة أو الأمور التسويقية في المسابقة هذا الموسم يا فندم؟ طبعا انا دايما بحب اكد على نقطه ان وجود رابطه محترفين تدير الدوري العام ده مكتسب هام جدا. صح. الحمد لله ان قدرنا ان احنا بنسبه كبيره ننجح فيه في الموسم الماضي، كان التركيز على يعني عبور الدوري بنجاح بالاجنده بتاعته بالمؤجلات بالماتشات بالمنافسات، عوده الجماهير طبعا كان من ضمن المكتسبات الهامه جدا، استحداث مسابقه زي كاس الرابطه، فكان في تطوير في الحته دي بشكل كبير. السنه دي احنا برضو مركزين على ان احنا طبعا زياده اعداد الجماهير بالتاكيد، ولكن في نفس الوقت مهتمين هنبتدي يعني في الخطه بتاعتنا الجانب كمان الاداري من والاحترافي للمسابقه الدوري. هيبقى في برامج تطويريه لها علاقه بالنواحي التسويقيه للمسابقه، تعاون ما بين الرابطه والانديه في الجوانب التطوير الهيكله الاعلاميه، ازاي يبقى في الميديا اوفيسرز في كل نادي وفي المسابقه بشكل عام الكوميرشال اوفيسرز يبقوا موجودين. يعني في تطوير في الجانب هنبتدي نشتغل اكتر على وضع الاسس الاوليه للكلاب لايسنسنج بالنسبه للدوري، ففي للانديه ففي مجموعه من النقاط الهامه في الجانب الاداري هتشهد ان شاء الله مجموعه من الانشطه وتطوير يعني ان شاء الله بيعلن عنه بتدريجيا بشكل ايجابي. وفي نفس الوقت احنا بنحاول نتوسع السنه دي في علاقاتنا مع الروابط الاخرى سواء في المنطقه او عالميا ان شاء الله. طيب محتاج ايه الدوري المصري عشان يبقى الاكثر قيمه تسويقيه في المنطقه العربيه وفي القاره الافريقيه؟ هو طبعا الدوري المصري يعني هو يعني عنده عناصر. انا الاول بس انا اسف في المقاطعه، انا عارف ان انا بسال اسئله عريضه وكبيره وعارف ان انا مش محتاج منك اكتر من اجابات مختصره، فسامحني لو السؤال حسيته عريض شويه، وعارف ان انت اكيد فاهم انه الاجابه فيه بتبقى المفروض اكبر من كده بكتير. لا هو 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 يعني باختصار الدوري المصري زي ما حضرتك قلت هو يعني متوفر له انه يكون المنتج الرياضي الاكثر قيمه والاعلى قيمه في منطقه الشرق الاوسط. صحيح. لان احنا عندنا يعني عندنا يعني تاريخ بالنسبه لانديتنا ومنتخبنا، عندنا قاعده شعبيه كبيره جدا 100 مليون، عندنا مجموعه انديه منتشره في المدن ومحافظات، عندنا انفراستراكشر دلوقتي الدوله طبعا خلال السنوات الاخيره وما زالت بتهتم بالانفراستراكشر والاستادات والملاعب، فبالتالي احنا عندنا اكبر جاليات مصريه موجوده في الدول اللي حوالينا، فده بحد ذاته بيزيد من رقعه المشاهده والمتابعه. فبشكل عام انت عندك زي ما نقول كده جوهره جيده، محتاجه بس مجرد شويه انشطه تساعد على اعاده البريق ليها مره تانية. اعتقد ان الخطوات اللي بتتم اتخاذها دلوقتي فيما يخص تطبيق الاحتراف، فيما يخص الرخص الانديه الاحترافيه، فيما يخص يعني انتظام الكالندر المسابقه وتنظيم ده مع الاجنده الخاصه بالمنتخبات، التركيز في المهم جدا على قصه الجوانب اللي هي علاقه بقطاعات الناشئين وتطوير قطاعات الناشئين، لان هو ده منجم المواهب اللي بتبني على اساسه الخطط كلها. وبالتالي هيحصل يعني في متزامن دوت عمليه تنظيميه وتطويريه للحقوق التجاريه والتسويقيه بالتاكيد يعني. طيب الحاجه الجماهيريه شويه فيما يخص الجوائز الشهريه للافضل في الدوري، هل حضراتكم حددتوا معايير لهذه الجوائز؟ هيبقى افضل لاعب، افضل مدرب، افضل، ولا هتبقى ماشيه الامور ازاي في الموسم الجديد؟ هو طبعا هي يعني مطروحه على الترابيزه، لسه ما خدناش القرار النهائي بالنسبه لها، لان احنا حابين ان هي تظهر بشكل محترف، حابين ان يكون في رعاه وده بيتم مناقشه، ان يكون في راعي لكل جايزه. فبالتالي طبعا الحاجات الرئيسيه افضل لاعب وافضل حارس مرمى، افضل مباراه، يعني افضل هدف، كل ده موجود، لكن احنا برضو حريصين ان يكون في يعني جايزه زي افضل روح رياضيه، دي من ضمن الحاجات الرئيسيه اللي هتبقى موجوده. وفي الاخر الموسم طبعا هيبقى في لاعب الشهر وفي لاعب الموسم وفي يعني طبعا
طريقة للاختيار بتعتمد جزء منها على مشاركة الجماهير ونسبة منها أخرى لها علاقة بالجانب الفنية البحتة اللي ممكن يكون المديرين الفنيين وكباتن الأندية لهم طبعا دور في عملية التصويت والاختيار. في الجوائز الشهرية يا كابتن خالد وأكيد حضرتك أضرب ده، في إنجلترا مثلا لما أنا أقدر أخش على الويب سايت بتاع رابطة الأندية المحترفة في إنجلترا والاقي اللجنه اللي بتختار اللاعب الافضل في الشهر، اعرف مين اللجنه، اعرف الاسماء بتاعت اللجنه دي، هل ده ينفع يبقى موجود؟ هل ده ينفع يبقى معلن كمان انه في لجنه معينه؟ اه طبعا معينة؟ ينفع يبقى موجود وينفع يبقى معلن، وده اللي مخلانا ان احنا ما تسرعناش في ان احنا يعني نعلن رسمي عن ايه الجوائز وهي موجوده ولا لا، لان احنا يعني قلنا ان احنا نتاخر شويه، حتى لو تاخرنا شويه عن بدايه الموسم في الاعلان عن التفاصيل افضل من ان احنا نطلع وفي حاجه مش كامله او مش بالشكل اللي احنا منتظرينه. يعني تيجي متاخر شويه بس تيجي بصوره احسن وبشكل افضل، افضل من ان انت تيجي بدري بس يبقى عندك دروبات كتير. ان شاء الله اعلنتوا ان احنا بصدد ان شاء الله اعلان عن درع دوري جديد، شكل الدرع الدوري الجديد، هل ده هيتم اعلانه قريبا ولا مع نهايه الموسم؟ لا يعني مش قريبا، وطبعا قبل نهايه الموسم بفتره كافيه هيتم الاعلان عنه طبعا، وده هيبقى ليه برضو مجموعه من الانشطه الترويجيه والتسويقيه المصاحبه خلال يعني فترة زمنية قبليها، يعني مش هيبقى حدث اللي هو بكرة الصبح الدرع هو، لا هيبقى فيه قبليه أنشطة وإنجيجمنت وتفاعل جماهيري ورياضي، يعني هيستغل كحدث يعني إيجابي إن شاء الله للكرة المصرية. أنا مبسوط بس من الحوار معاك فبسأل أسئلة شوية يعني تفصيلية. لا بالعكس أنا بتشرف. يا رب يخليك يا كابتن خالد. في دوريات كتيرة في العالم غيرت من فكرة الدرع للكاس، يعني بدل درع الدوري يبقى كاس الدوري، هل احنا كان ده مطروح بالنسبة لنا ان احنا نغير الدرع لكاس الدوري؟ لسه ما اتناقشناش في دي بالتفصيل، لكن المناقشات المبدئية كانت ان درع الدوري. درع الدوري دون تطرق لفكرة النكاس، هي انا عارف ان هي حاجة شكلية بس ممكن تفرق تسويقيا يعني. بتفرق تسويقيا خصوصا احنا عندنا كاس مصر ويعني يعني مقام، وعندنا طبعا بالنسبة للرابطة عندنا كاس الرابطة كمان. يعني بمناسبه يعني لسه ما فيش نقاشات بس دي نقط مبدئيه. كابتن خالد بمناسبه كاس الرابطه، كاس الرابطه كثير من الانديه تعاملوا معاه الموسم الماضي وكانه بطوله جديده، بطوله بنجهز فيها الفريق لبطولات اخرى مع ضغط المباريات الكتير، ايه اللي يخلي الناس او الانديه دلوقتي عايزه تفوز بكاس الرابطه؟ ايه البنفيتس او ايه الامور الزياده اللي هتدوها للانديه عشان يخشوا متحمسين ان هم يفوزوا بكاس الرابطه ما يتعاملوش معاها وكانها بطوله وديه؟ كسر اعتقد ان العنصر الاولاني هو نجاح التجربه السنه اللي فاتت. طبعا هي نجحت جدا، يعني نجاح التجربه السنه اللي فاتت الناس شافتها ان هي بدات بالتصور ده، حضرتك قلت انه بطوله وديه، لكن يعني اعتقد جزء من نجاح الرابطه في عمليه التنظيم، جزء من نجاح الرابطه في 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 يعني تدعيم هذه البطوله، ان يكون اول بطوله لها جوائز ماليه، البطولة حتى الجائزة المعنوية اللي هو الكاس بتاعها مميز معمول في انجلترا، زائد ان تركيز كاس الرابطة على بناء البراند ده، ان يبقى كاس الرابطة ده براند احنا اشتغلنا عليه تسويقيا ثبتناه بشكل ايجابي في الـ في الـ في الـ كمسابقة يعني مستقلة. فده أول حاجة هتخلي الأندية ما زالت هتبقى أكثر اهتماما بان هي تشارك في النسخة الجديدة، طبعا بخلاف الجوائز المالية، لكن أيضا بصدد ان كاس الرابطه تكون قد تكون مؤهله لاحدى البطولات القاريه برضو، او يعني مش يعني البطوله العربيه، قد تكون بطل كاس الرابطه يعني احدى بطل كاس الرابطه احد الحاجات اللي هتبقى مؤهله لانه يشارك مشاركه في البطوله العربيه. دي معلومه مهمه وجديده واعتقد تفرق مع كثير من الانديه ان هم يشاركوا في هذه البطوله وينافسوا عليها عشان يوصلوا للبطوله العربيه. اه طبعا، وهي احنا بصدد يعني ان احنا يعني ده من ضمن النقاشات الهامه، واكيد هيعلن عليها في وقتها، لان يعني زياده الاهتمام ولكاس الرابطه وللانديه المشاركه في كاس الرابطه. يمكن السنه اللي فاتت زي ما حضرتك قلت كان الموديل شويه باين كانه دوره يعني او يعني فرصه تاهيليه او تدريبيه وديه، ده طبعا لطبيعه التوقيت في عمليه طبعا الفتره الطويله اللي كانت موجوده اللي كان فيها توقف خاص باخر البطوله العربيه وبدايه كاس العرب وبدايه البطوله الافريقيه، فهو اللي خلاها بالطريقه دي. لكن حتى احنا عشان كده حتى السنه دي احنا راجعين للموديل الطبيعي اللي هو ان البطوله تتلعب على مدار الموسم مع الدوري بشكل منتظم زي ما هو متعارف عليه في معظم دول العالم. هل كان في مقترح ان بطوله او كاس الرابطه تكون هي البطولة الثانية المؤهلة لكأس السوبر المصري مع الدوري الممتاز بدل كأس مصر، ولا الكلام ده لم يطرح؟ لا 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 ما فيش ده، لم يطرح. لا
كابتن الكبير كابتن خالد رفعت عضو لجنه او رابطه الانديه المصريه. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله القيمه جدا المليئه بالمعلومات المهمه جدا. احب الناس الفاهمه، احب الناس اللي عارفه تتكلم. عارف اصل انت بص انت مش هتعرف تتكلم الا لما تبقى فاهم كويس، او الراجل ده فاهم شغله كويس، او الكابتن خالد رفعت. طيب